السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا أكلة حلو، وهالحلو من حواضر البيت. هلأ عنا الأمر الدين اللي هو من مميزات الأكل، أنواع الأكل برمضان. في منه شراب وفي منه مربى، مربى الأمر الدين. هلأ نحن حنساوي مربى الأمر الدين. هلأ هيدي الأمر الدين طرحية مثل ما هي، مقطعتها أنا قطع صغيرة. بدنا زبدة أو سمنة اللي هن بيكونوا ملعقة ونص طعام. أنا عندي زبدة سائحة، وبدنا نص كوب سكر حبيبات مثل هيدا، وبدنا ملعقة طعام ماء الزهر وملعقة ماء الورد، وأنا غطيتهم حتى ما تروح النكهة تاعتهم. وعنا هون شوية حبات لوز محمصين بالميكروويف، ما في هون دامة. طيب هلا نحن حضرنا الطنجره، وبدنا نسوي الامر الدين، مربى الامر الدين. اول شيء حنعمله هو انه بدنا نحط السمنه او الزبده بالطنجره لنسوح الامر الدين. بدنا نحط ملعقه طعام ونص هاي الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. لنشعل تحتها. ملعقة ونص، بدنا ما بدنا أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. هيدا مرة كنا أولاد أنا وأختي أكبر مني بسنة كان هي، فماما كانت الله يرحمها كانت منها بالبيت. نحنا برمضان بدنا نعمل شغلة إن نحنا نفاجئها فيها، نحنا شاطرين نشتغل. جينا لقينا أمر الدين، أخذنا الأمر الدين قطعناه وحطيناه بهالسمنة وحطيناه بالطنجره، وقعدنا انا واختي نشتغل فيه ونسوحه. كتلت الامر الدين، صاروا قطعه وحده يابسه، يعني كتله قاسيه. احترنا شو بدنا نعمل لحتى كيف بتصير مربى مع ماما ونحن ما بنعرف نسويها بهالشكل، والا بمجيتها الله رحمنا. اجت قالت شو عم تعملوا؟ قلنا لها عم نعمل امر الدين، مربى الامر الدين. قال ورجوني، طلعت هيك لقيتك كتله وحده قاسيه. قال لا ما هيك بيعملوا، تعالوا شوفوا شو بنعمل. جابت المي وصارت تصب فيها شوي شوي وتحركها لحتى اللي صارت لينة وصارت بشكل المربى. وهيك تعلمني هلأ كل ما بساوي بتذكر هذاك الفصل الله يرحمها. يعني ما خانقت وعيتت، قالت لك بدهن يتعلموا فعلمتنا. كانت رايقة هي الله يرحمها. وهيدي هيك يعني الولد بيعمل فصول، ما بدنا نخانقه ونعيط عليه، بدنا نعلمه وننبهه انه ما يمسك النار، ما يمسك شغله. هي بالرواء بتصير، بالخناق بصير يعمل العكس تاني مره. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدنا ننزل هدول الامر الدين بالطنجره. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا نضلنا نحرك نحنا لتسوح الأمر الدين، هيدول القطع اللي تسوحوا، ونبلش نصب في عليهم المي شوي وشوي. هلا المي منها مقدار محدد، قديش بدنا نحنا تكون ليونة المربى، نعملها بهالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. منضيف الماء، منضيف ومنحرك ومننوّس على مهلنا شوي شوي. كل ما لقينا احتاجنا شوية ما نحط شوي، إذا كترها بتطلع سائل كتير بتصير مثل الشراب، ما بدنا إياها تصير مثل الشراب. نحن هلا مثل ما أنا شايفين هاي الأمر الدين دال، وصار فينا نحط السكر. هاي اضفنا السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحرك السكر ليذوبوا. هلا في منهم بيحطوا له نشا، لا انا بدي بفضل انه يكون بس طعمه الامر الدين
بدون ما يكون فيه داخل له شيء نشا او غيره، هيك بيطلع اطيب وبيرجع كله هيدا ازواق. كمان بدنا نضيف بالاخر المزهر والمورد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيعطيه نكهه وريحه حلوه. هلا هدول الكميه اللي هي طرحيه من الامر الدين احتاجت منها لثلاث ارباع الكوب مي. هلا صار هون 20 دقيقه على النار لا دابوا، يعني بيحتاجوا ل 20 دقيقه ليدوب الامر الدين القطع لتدوب منيح مع المي. ندوب السكر كثير منيح. وهيك مثل ما انكم شايفين خلصت طبختنا اللي هي مربى الامر الدين، وان شاء الله تكون عجبتكم وسهل كتير تعملوها، تاخد معكم 3 ارباع الساعة مع التحضير مع كل شيء. بقى هي اكلة رمضانية بامتياز، وان شاء الله تعجبكم. جايينا بعد نعمل شراب الامر الدين اللي كل يوم بنشرب منه قبل عند الافطار. يلا ان شاء الله تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.